يعني بمناسبة كلام فاروق والأهل وإن هم الشباب عامة بيداروا على أهلهم والكلام ده، يمكن الأهل حبهم وطريقة حبهم زمان هتختلف مختلفة عن طريقة الحياة وسرعة الحياة دلوقتي صحيح صحيح والكلام صحيح. ده كله، عشان كده الشباب ما بيتقبلوش حتى رأي الأهل. بس في حاجة لا تختلف اللي هو السلوك المحرم بالظبط. طبعا ده لا يختلف في أي عصر من العصور، لازم ما عندناش بس لازم الأهل يواكبوا العصر يعني أكيد طبعا، ما هو عشان يواكبوا العصر لابد إن هم يهتموا، لأني وأنا بربي ابني ده بربيه تربية جسدية ده الأول، وتربية عقلية وتربية نفسية وتربية روحية، في أربع كده حاجات، تربية جسدية وأنت بتربيه، فعندك حاجة تانية بتربيه تربية عقلية من خلال العلم والقراءة، و في تربية نفسية المشاعر بقى خلي بالك واهتم بيه، دي تربية ودي ليها كتب كده وكورسات خاصة بالمسألة دي، وعندي التربية الروحية اللي هي التربية الإيمانية، فأنت لو جمعت بين الأربع حاجات دي هتلاقي في النهاية ابنك مش هيروح اتجاه الشمال قوي يعني، لكن هتلاقيه ممكن يغلط بس يرجع بسرعه. اللي هو سيدنا ابن مسعود كان يقول ايه، تعلمنا الايمان قبل القران، لما اتزرع فيه الايمان فلما يجي يعمل غلط يرد الايمان الى اصل الفكره او الى الصواب.